ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم فوتوغرافر اسلام عزت. النهارده انا عامل لكم فلوج جديد ان شاء الله هيعجبكم. هتكلم على الاماكن اللي في مصر واوريكم اللوكيشن اللي انا هصور فيه النهارده. يلا بينا. ما شاء الله الجو بيمطر وحظنا زي الفل زي الفل. معايا الفرد الجمال محمود الزور. بص الكاميرا يا سيدي. بص الكاميرا يا سيدي. احنا طبعا حظنا زي الفل. الدنيا بتمطر. طب والله بس الجو جميل. الجو جميل. الجو حلو. عامل ازاي بالظبط؟ هنبدا معاك الفلوج. استنى. والله الجو جميل. باي باي. التصريح بتاعها والرسوم بتاعتها، ايه الاماكن الحلوه في مصر؟ في مكان انا النهارده بصور فيه اسمه هيفين 47 او هيفين 47. التصريح فيه بيكون 500 جنيه بالنسبه لرسوم الكاميرا و30 جنيه او 50 جنيه للفرد. تمام. انا صورت فيه بس المكان زحمه بطريقه فظيعه النهارده، فانصحكم يعني بلاش تيجوا في الويك اند اللي هو الخميس جمعه اي وقت يكون زحمه. خليكم في الوقت اللي هو بعيد عن نهايه الاسبوع. بالنسبه للناس اللي بتتابعني يعني على اليوتيوب، يا ريت تعمل سبسكرايب وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وبالنسبه للفلوج ده انا عملته بناء على ناس كتير طلبته مني، قالت لي عاوزين نعرف اماكن نصور فيها والتصريح بتاعها بكام. ماشي بقى، والتصريح بتاعها بكام وكده. فاللي بيتابعني على اليوتيوب بيتابعني دايما ويحاول يعمل سبسكرايب ويعمل لي فولو على انستجرام عشان بنزل كل صور جديده. ولو بتابعني على الفيسبوك اعمل لايك على البيج اسلام عزت فوتوغرافي.
طب يا جماعه، بما ان الفلوج باص عشان الدنيا مطرت، انا كنت حابب اطلع النهارده عشان اقول لكم ان المكان شكله كويس، يعني شكله لحد ما كويس ونظيف، بس استهلك شويه. يعني الناس جت فيه كتير ورجل بقت فيه كتير، بس يعني بالمقارنه مع اماكن تانيه تصريح 500 جنيه كويس لحد ما، اللي هو بسيط و يعني لحد ما ينفع لنتصور فيه، بس مش هينفع لعريس وعروسة لان المكان زحمة جدا زي ما انتم شايفين، ناس كتير. يعني لو انت عريس او لو انت عروسة مش هينفعك، ممكن ينفع كابلز، ممكن ينفع لتصوير شخصي. حرام اللي انت تدفع فيه 500 جنيه وتيجي تصور. كويس وكل حاجة، بس مش هينفع الا لاتنين مثلا عايزين يتصوروا او تصوير شخصي او اي حاجة زي كده. وبالنسبة للتذاكر، هي تذكرة 50 جنيه للفرد و 500 لرسوم الكاميرا. تمام، انا عملت الفلوج ده النهاردة عشان ابين لكم ايه الاماكن اللي ممكن تصوروا فيها وايه الحتت اللي انتم ممكن تروحوها عشان تصوروا، وبس كده خلاص. طب يا جماعه، احنا خلصنا فلوج النهارده وتعبوا معايا جدا جدا، واليوم كان جميل الصراحه. مطر بقى وحاجات فظيعه يعني، بس مبدئيا بجد انا عايز اشكر الراجل ده هو اللي تعب معانا. بجد شغله حلو جدا جدا جدا. انا اول مره اعرف عليه النهارده، اول مره اشوف شغله اصلا، حتى ما شفتش الشغل على السوشيال ميديا، بس من شغله معانا بجد الراجل ده زي الفل. شكرا. انا سعيد ان انا شفتكم النهارده، والله تعبت معاك وده شرف ليا. اخواتي خلاص حبيبي، طب يا جماعه، ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد، واللي هيتابعنا على الفيسبوك يا ريت يعمل لايك للبيج اسلام عزت فوتوغرافي، وما تنسوش برضه تتابعوني على الانستجرام، بنزل كل صوري اول باول. طيب يا جماعه، كده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى بقى الناس اللي متابعيني على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، تتابعنا على الفيسبوك، والناس اللي هتتابعنا على الفيسبوك يا ريت تعمل لايك للبيج اسلام عزت فوتوغرافي، ويا ريت يا ريت يا ريت فولو على الانستجرام والحاجات اللي جايه. استنوا بقى في فلوجات تانية ان شاء الله.